اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. الاعداد صحح لي انه عزيز فهمي احترف في فرنسا. انا فاكر انه احترف بس مش عارف احترف فين، لكنه احترف في فرنسا. ده كان عم المهندس مصطفى مراد فهمي سكرتير السابق للاتحاد الافريقي والان هو رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد الدولي. خلينا نتكلم شويه بالتفصيل عن الدوري بقى الانجليزي. يعني السنه دي منافسه شرسه جدا بين تشيلسي والمان سيتي. السنه دي كل الجرايد الانجليزيه بتقول انه مفيش منافسه محتدمه جدا في القمه قد ما هي في القاع. ده مصيبه السنه دي. يعني في ست انديه بتواجه شبح الهبوط للاسف، منهم هال سيتي. لكن تشيلسي ومانشستر سيتي خلاص انحصر الصراع ما بينهم. يعني مان يونايتد ساوثهامبتون وارسنال وليفربول السنه دي بعيد قوي. لكن انا عايز اقف مع حضرتك قدام حكايه هداف الدوري الانجليزي الحالي اللي هو تشارلي اوستن. تشارلي اوستن ده بيلعب في كوينز بارك رينجرز. اللاعب ده من سنين قليله جدا كان بنا. لا والله. وما كانش متوقع له اي شيء، وطرق ابواب انديه كثيره جدا ولم يرحب به اي نادي، وحياته كلها كانت في البنى وجسمه متغطي بالطين، وحكى انه احيانا كتير ما كانش بيقدر حتى يوطي من كتر الطين اللي على جسمه والاسمنت ومواد البنى. وهذا اللاعب لعب في كوينز بارك السنه اللي فاتت ودي السنه الثانيه له، احرز حتى الان 13 جون. بقى احد هدافي الدوري الانجليزي الحالي الموسم الحالي. هو الوحيد اللي سجل هاتريك لكوينز بارك رينجرز من سنه 1993، وعمل الثلاث اجوان دول في ويست هام، وجاب اجوان كوينز بارك في تشيلسي وفي مانشستر سيتي، ولعيب جامد جدا. حتى الان هو اجمل ما في هذا اللاعب انه لم ينسى ما جرى، لدرجة انه في سكاي سبورت بيسألوه هذا الاسبوع انت بيبقى احساسك ايه لما الناس بتبقى عايز تصور معاك وعايز اتكلم معاك. فقال لهم انا لما يجي حد يقول لي عايز اصور معايا فبقول له انت متأكد انت عارف انا مين؟ يعني ولا انت غلطان فاكرني شبح حد دلوقتي؟ لانه هو مش قادر ينسى المعاناة اللي عاشها. ودي واعتقد ده احد جماليات كرة القدم، دي متعة ما بعدها متعة. لكن عايز عندي رقمين معاك. الرقم الاول هو رقم انه ما زال ألان شيرر هو الهداف ب 260 هدف صحيح، احرزهم مع ثلاث اندية سواء كان ساوثهامبتون او بلاك بيرن او نيو كاسل. هو كمان اصغر من سجل هاتريك، لكني خليني لما راح سجل في ارسنال ثلاث مرات بلوان ساوثهامبتون سنه 88 كان عنده 18 سنه. لكنه بالله الارقام بتتحطم دائما وابدا، مثلا في اسبانيا سباق تحطيم الارقام، تكسير العظام بين كريستيانو رونالدو وميسي بشكل رهيب وعلى مستوى العالم. لكنه حتى في دي الارقام بتعيش كثيرا في انجلترا. جورج بيست والست اهداف اللي سجلهم قدام نورث هامبتون مع فريقه مانشستر يونايتد، ليه الارقام بتصمد طويلا في انجلترا يا دكتور ياسر؟ انا هتكلم. انا طبعا انا بقعد مع حضرتك يعني ويبقى الكلام في فنيات الكوره، فانا ماشي على يعني خايف يعني لا انا مش فنيات والله، دي ارقام يعني اخطئ في شيء يعني اغفر لي الساده المشاهدين. لا اعوذ بالله، اتفضل. بس اعتقد انه الدوري الانجليزي مميز في حاجه، انه دوري ليست فيه سياده لاحد. يعني انت قاعد في اسبانيا انت متوقع دائما انه ريال مدريد وبرشلونه وممكن يبقى يجي نادي اتلتيكو مدريد كده بالصدفه او ديبورتيفو او كده. المصري انت متوقع المنافسه الاهلي وزمالك، مره الاسماعيلي يخش، مره المحله تخش تاخد الدوري، مره ترسانه تاخد الدوري، لكن في النهايه في قواعد كده ممنوع الخروج عليها. اعتقد الدوري الانجليزي بيعيش مراحل مختلفه. يعني في مرحله بيبقى النجم فيها ليفربول، في مرحلة بيبقى فيها مانشستر يونايتد، مظبوط، في مرحلة بيبقى فيها تشيلسي، في مرحلة يعني ما فيهوش سيادة مطلقة لأي نادي. نعم. فهذه التغييرات ما بتديش الفرصة لحد انه يكسر أرقام. لأنه احنا دلوقتي بنعيش مرحلة تشيلسي أو مرحلة مانشستر سيتي، فمعناها ان هم هيلعبوا وهيجيبوا جوان وهياخدوا بطولات، لكن مش دائمين. مش دائمين.
هتيجي بعد 3-4 سنين وهتلاقي ان احنا بقينا بنتكلم على تشيلسي ومانشستر سيتي من باب الذكريات. خليني مثلا اقول لك انه اول لقبين مثلا كانوا لبريستون مثلا ودي حاجه غريبه جدا، بس اتكلم سنه 1888 زي ما حضرتك بتقول بقى اتعكست مع مانشستر سيتي في الاخر. او مثلا عندك ايفرتون خد اقدم فريق فاز باللقب من الانديه العشرين اللي بتلعب في الدوري دلوقتي، لقبه الاول 1890. انت بتتكلم بعراقه عنيفه جدا يا جماعه، دي كاس غاليه جدا. وبعدين خد 8 القاب بس توقف 86 87. بلاك بيرن روفرز مثلا خد لقبه الثالث 94 95. بعد كده بقى زي ما حضرتك قلت بقى يعني نيوكاسل اخد شيفيلد ونزدي اخده، ساندرلاند، استون فيلا، لكنه من 94 95 بقى انت بتتكلم في الرباعي اللي حضرتك بتقول عليه بقى مانشستر يونايتد، تشيلسي، ارسنال، مانشستر سيتي. كان قبل كده في ليفربول والدنيا مشيت تماما في يعني هذا الدوري احنا بنتكلم على بنتكلم عن الدوري الانجليزي او بنتكلم على هذا الكاس بنتكلم على مرحلتين. نعم. مرحله من اول ما بدا الدوري الانجليزي لغايه 1992 مظبوط، وما بعد 1992 لما اصبح كاس رابطه الدوري الانجليزي او البريمير ليج وشركه خاصه هي اللي تملكه وتنظمه. لما من اول ما بقى 92 نفس لعب في هذه المسابقه 44 نادي. خمسه بس هم اللي خدوا اللقب. ارسنال خد 3 القاب وبلاك بيرن روبرز خد مره واحده، تشيلسي خد 3، مانشستر سيتي خد 4، مانشستر يونايتد 20. 20 مانشستر يونايتد رفع هذا الكاس 20 مره من 1992 حتى لغايه النهارده. لكن في التاريخ بنلاقي انديه الاخرى وكده، لكن هو ال 44 نادي اللي لعبوا على هذا الكاس منذ تغيير اسم المسابقه في خمسه بس هم منهم 20 مره مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد نعم. مثلا الدوري الانجليزي كمان في ظاهره انا شايف انها ظاهره جميله جدا، دوري 20 نادي لكن عندك سبعه، ده تتويج ثالث لتشيلسي عشان برضه حضراتكم تبقى تشوفوا يعني جبنا كل التتويجات وتشوفوا المراسم كما هي دكتور لا تتغير. لا يمكن، دي قوانين يعني. قواعد صارمه اقوى من الفائز، اقوى من الفائز يعني القواعد اقوى من الفائز. كله بيجي في مكانه واقف بيتحرك، ناس بتصطحبه من الاول، ياخد هنا يا جماعه ترجع تاني الشرايط اللي موجوده بيتغير لونها الى لون اكيد ازرق، لون فانيله تشيلسي اللي هو اللون الازرق. ايوه اتفضل يا دكتور. يعني حضرتك هتلاقي في الدوري الانجليزي الحالي 20 نادي، هو الدوري 20 نادي نعم، هتلاقي 7 انديه فقط من لندن العاصمه، ده النجم الكبير ده، سبعه من العاصمه، سبعه من العاصمه. وفي احصائيه اتعملت على انديه لندن في هذا الدوري سواء الموسم الحالي او في تاريخ الدوري الانجليزي. نعم. يعني هما بيعتبروا الانديه اللي بتاعت لندن لما ماتشاتها مع بعض كانها بطوله خاصه بلندن. فترتيب هذه المسابقه الموسم الحالي يعني نحصر الدوري ده 7 انديه بقى خلاص، شال الباقيين هم بيحبوا الحاجات دي. ده لما عملوا دوري خاص قال لك لو الدوري من غير المحترفين يبقى مش عارف نادي ايه اللي ياخد الدوري بفرق قد ايه. هم تشيلسي عنده 25 نقطه، ارسنال 22 نقطه، توتنهام 14، ويست هام 10، كريستال بالاس 9، فولهام 4، كوينز بارك رينجرز نقطه واحده. ده في الدوري اللي ما بينهم اللقاءات اللي ما بين انديه لندن. لكن على المية وحاجه سنه من اول ما بدا الدوري هيبقى الارسنال هو الاول عنده 386 نقطه، وتشيلسي عنده 380 نقطه، وبعدين توتنهام، بعدين ويست هام، بعدين فولهام، بعدين ويمبلدون، وبعدين شارلتون، بعدين كوينز بارك رينجرز، بعدين كريستال بالاس. الميزه انه في أندية أخرى، في أبطال أخرى، أبطال كثيرين بره لندن. ودي طبعا أحد ميزة الدروس طبعا اللي نتعلمها. كلموا 13 من 20 نعم. و13 مش كومبارس. لا ده تقال. يعني منهم 2 من مدينة مانشستر مثلا، مانشستر مانشستر سيتي، عندك ليفربول، عندك ايفرتون. نعم. يعني في أندية، وده اللي نفسي يحصل في مصر أو نشوفه في مصر. أنا بحترم سنة كام؟ وبحب الاهلي والزمالك من 74 من ساعة ما المحل اخذ الدوري مش كده؟ الاسماعيلي الاسماعيلي كان خد مرتين الاسماعيلي انا الاسماعيلي قريب شوية يعني، لكنه خارج الاسماعيلي اللي لهم ب 66
والمحلة مرة. والترسانة. ترسانة من القاهرة؟ يعني خارج القاهرة. يعني يعني اللي خدوا برا القاهرة الإسماعيلي محل الأولمبي والمحل. بس مقاولين القاهرة ترسانة القاهرة. نعم. فده مش ظاهرة صحية. نعم. دي مش ظاهرة صحية. لا طبعا. هو ما هوش الدوري القاهري لكرة القدم. هو الدوري المصري. صحيح. واعتقد ان جزء من هذه اللي هي دايما نقطة الخلاف اللي بيني وبين حضرتك اللي هي انه لما تقرا ال 20 نادي هتلاقي كل نادي يا اما مدينة يمثل مدينة يا اما يمثل حي وله جمهور كويس وله متعصبين وله ممولين وله رعاة. احنا في مصر ما عندناش. يعني مش مختلف معاك في دي. لا انت يعني حضرتك ناس كتير قوي بيقولوا انه اندية الشركات والهيئات والوزارات اثرت كرة القدم المصرية وغيرت فيها. تظل الكرة الشعبية الاهم بالنسبة لنا كلنا. في قرار خدوا اتحاد الكرة لما بعد الاجتماع مع وزارة الداخلية لما هيرجعوا الجماهير في الدور التاني من الدوري. فقالوا ما عدا الاندية الشعبية. نعم. اولا الجملة دي تستوقفك. انت هترجع الجماهير. ما عدا كم مباراة. اللي هي الجمهور بالظبط اللي هي فيها حياه مظبوط اللي هي فيها روح اللي هي فيها اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري واتحاد سكندري ومحله يعني يعني لكن الانديه الثانيه مع كامل احترامي ومع كامل تقديري يعني هي اللي اضعفت هذا الدوري المصري وهي اللي ابعدت الجماهير الجماهيريه وهي اللي ابعدت الاهتمام. طيب خليني ارجع تاني للنجوم المصريه في الدوري الانجليزي ده امر في غايه الاهميه انه محمدي مثلا عامل رقم قياسي بالنسبه لنا تخطى ال 100 مباراه في الدوري الانجليزي محمد صلاح وتتحدث عنه الصحافه تتحدث عنه بشكل جيد وان كان فريقه هذا الموسم بيعاني معاناه عنيفه جدا ربنا يستر ما ينزلش وعنده امل ان شاء الله انه يبقى لأنه وكمان الرجال الاعمال المصريين لهم تجربه يعني محمد الفايد له تجربه مع فولام الان عاصم علام له تجربه مع هال سيتي يعني اليس غريبا ان يبقى عندنا انديه مصريه او انديه يملكها رجال اعمال مصريين وما عندناش لاعبين مصريين الا بقدر قليل جدا يا دكتور ياسر لان احنا مش عايزين نحترف مش عايزين احنا ما نقدرش ندفع فواتير الاحتراف ما نقدرش ندفع ثمن احنا عايزين كل حاجه الاحتراف ما فيهوش كل حاجه في انك تاخد فلوس كتيره جدا لكن ما تقدرش تمتلك الحريه اللي انت بتمتلكها هنا في مصر حكيت لحضرتك مره قبل كده يعني بتروجينيو لما قراني عقد زين الدين زيدان نعم واللي هو 100 وحاجه صفحه العقد 100 وحاجه صفحه وانه النادي من حقه يحدد اللعيب عايز يتفسح فين وعايز ياكل ايه وعايز النادي ايه ريال مدريد كان من حقه يحدد زيدان لو حب يتعشى بره يروح انهي مطعم في مدريد ولو عايز يلبس بنطلون يروح يشتري من اي محل وبنطلون ماركه ايه وساعة ايده وماركتها ايه والقميص وعربيته ويعني كده من حقوق النادي مش حقوق اللاعب فاحنا ما عندناش لعيبه تتقبل هذا احنا عايزين وانت حضرتك فاكر قصه رجوع كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن بعد تألقهم في الدوري لا انا هقول لك انا تجربه شخصيه ليا في انجلترا يعني انا بعد كاس العالم 90 انت رحت انا رحت ايفرتون وقعدت هناك 8 او 9 ايام وكان بناء على دعوة من نادي ايفرتون والحقيقة انا كنت اجهل قواعد وقوانين الانتقالات اجهلها تماما رحت هناك كان المدرب كان هو كولين هارفي وكان الاداري كان تيري داركوت انا فاكر كويس قوي وحسب ما قالوا لي يعني ان انا قابلت بلاء حسنا في فترة المعايشة وانه الحقيقة حصل موقفين مهمين جدا هناك لا يمكن ان انا انساهم جيت كان يوم الجمعة وهم كانوا عاملين التمرين في وسط صلاة الجمعة فقلت لهم أنا مسلم وعايز أصلي فالحقيقة الناس في منتهى الاحترام قالوا لي طبعا أوكي وخدني التيري ده بعربيته وداني المكان اللي فيه المسجد واستناني لحد ما صليت لم يكن هناك امتعاض ولا يحزنون على الإطلاق يعني وده كان أمر بالنسبة لي مهم موقف التاني إن هم كانوا بيعملوا احتفال سنة وبيقدموا فيه اللعيبة الجدد فكولين هارفي ده كان المدير الفني فقدمني فانا يوميها الحقيقه الانجليزي بتاعي كان بعافيه شويه يعني بعافيه جدا يعني ودلوقتي بقى بعافيه شويه يعني ف يعني على قد ما قدرت اجمع كلمتين والناس كانوا بيصرخوا بيسقفوا لي وبعدين طلعت من الحفله دي فلقيت الناس في الشارع فخلاص اعتقدت ان انا اصبحت لاعب جديد في ايفرتون وجولي الناس هنا وقاموا معايا وخلاص كل حاجه
بس لا كان معايا مدير اعمال ولا كنت عارف حاجه ولا محتاجه ولا عارف يعني ايه ورك بيراميد اللي هو تصريح العمل ولا عارف يعني ايه تخلص اجراءاتك. ففضلت قاعد مستني حاطط ايدي على خدي شهرين لا بلعب في النادي الاهلي وهم هناك بيبقى مش فاهم منهم حاجه. ففي النهايه قلت لا خلاص بقى اكمل في النادي الاهلي. كانت القصه مش صعبه. طب اسمح لي حضرتك ان انا اكون انا بقى المذيع وحضرتك الضيف. يا ريت. وهنتخيل انه احمد شوبير نجح في تجربته مع بتضرب بيه فلوس عشان انا طالب باجري يعني دلوقتي ونجحت في تجربتك في الاحتراف في ايفرتون وبقيت لاعب في ايفرتون. هل كنت في يوم من الايام هتمسك هذا الكاس؟ انت عارف ان طموحاتي مالهاش حدود. ولو كنت بالفعل سافرت انجلترا واحترفت في ايفرتون كان هيبقى من احد احلامي ان انا اخد بطوله مع النادي ساعتها. لانه انا ما بحبش ابقى لا رقم على الهامش ولا احب ابقى قاعد على دكه ولا احب ان انا ما احققش بطوله. فكان فعلا هيبقى حلمي. انا الحقيقه هقول لك حاجه عجيبه جدا سبحان الله وكانك بتقرا افكاري. انا لما رحت انجلترا والله العظيم يا دكتور كان عندي املين او هدفين في حياتي. الهدف الاول اللي انت بتقوله ده ان انا احقق بطوله وابقى حديث الصباح والمساء. الهدف الثاني ان انا اجيب اكبر عدد ممكن من اللاعبين المصريين للاحتراف في انجلترا، لان احنا كنا طالعين طازه من كاس العالم وكان عندنا 11 لعيب في الملعب اي واحد فيهم يعني مثلا كنت بكلمك على احمد الكاس على احمد رمزي على هاني رمزي على ربيع ياسين على مجدي عبد الغني على يعني. حسام حسن على على اسماعيل يوسف على 7-8 لعيبه يحترفوا بمنتهى السهوله. وكانت في مجموعه ثانيه الكابتن جوره الله رحمه الله كان حاطط عينه عليهم ان دول. فده كان هدفي الاول انه ازاي اكبر عدد ممكن من اللاعبين المصريين. كنت بغير جدا انه الكاميرون كان بدا عدد اللعيبه المحترفين يبقى زياده شاكر مثلا 20 لعيب. فكان نفسي مصر يبقى فيها 30-40 لعيبه. ده على فكره كان اكبر اهدافي. طب انا لسه برضه مذيع ومذيع غلس شويه يا ريت. طب ما انت بقيت في يوم من الايام بعديها نائب رئيس اتحاد الكوره. فتحنا الباب على مصراعي. كم لاعب احترف؟ انت لو تفتكر ساعتها لما قالوا ميكروباص تركيا والحدود دي كلها ساعتها خرج ناس كتيره جدا للاحتراف في الخارج، يعني اكبر عدد تقريبا. بس للاسف عشان انت بتقول احنا بنحب نلتف حول القوانين، انا ساعتها انا بقول لك انا اهو اول مره اصرح بيها يعني حديت الانتقالات ما بين الانديه بثلاثه لعيبه عشان الاسعار ما تنطش النطه السوداء اللي بتنط فيها دي. ونمره اتنين ندي فرص لاولاد النادي يعني طلع الاولاد الصغيرين لان كل نادي عنده قطاع ناشئين كبير جدا يعني. الا الانديه عشان نشجع اللعيبه اللي تبعت لعيبه تحترف يعني بعت انجلترا فرنسا المانيا هولندا تبعت لعيبه تحترف في اوروبا يطلع من عندك لعيب هدي لك لعيب تاني. يطلع عندك اتنين في فرنسا في هولندا في بلجيكا في المانيا في ده تحفيز على الاحتراف. ونمره اتنين الاولاد الصغيرين يلعبوا بشكل جيد. فبقوا يجيبوا لنا ورق مضروب. انا فاكر ساعتها كان نادي جولدي بالتحديد يعني وبقى دخل معانا دين كمان بيجيب لك انه ياسر ايوب ده محترف في البانيا احمد شبير ده محترف في مالطا ويطلعوا اسماء لدرجه ان انا اتخضيت يعني. انا الحقيقه من كنت يعني شوف قد ايه التحايل فعملت قلت العبهم بطريقتهم فرحت بعت للاتحاد مالطا واتحاد البانيا قلت لهم تم اختيار اللعبة دي للمنتخبات فبعتهم لنا عشان ينضموا للمنتخب. اسماء ما تعرفهاش خالص يعني. فجالي رد من الاتحاد الالباني ورد من الاتحاد المالطي ان احنا ما عندناش لعيبه بالاسم ده وفي ورق رسمي في ورق رسمي في اتحاد الكوره ان دول محترفين للاسف في البانيا ومالطا. شوف قد ايه التزوير واللعب بالقواعد والرولز والقوانين يا دكتور. وللاسف الشديد فشلت التجربه تماما ان انا اقدر اطلع لعيبه عايز اطلع من الانديه لعيبه بره ما حصلش للاسف الشديد. وتاني سنه اظن انا بقى سبت الاتحاد وجيت اتحاد راح لاغي القرار ده والقصه اتفتحت يعني. كنت بحاول بقدر الامكان يعني. هو مش ايفرتون ده اللي كان الاهلي يسافر يلعبه؟ لا احنا لعبنا كوينز بارك رينجرز. كوينز بارك اسف. وكان انا برضو كنت الحارس وكان تريفور فرانسيس ده واحد من اهم نجوم كره القدم في انجلترا. والمباراه دي الحقيقه التاريخ سيتوقف طبعا من كابتن صالح سليم لان هو كابتن صالح هو اللي عمل. انا كنت لسه هقول لحضرتك كان كابتن صالح يقول لي ان هو كان سعيد دايما بالتجربه دي لانه طول عمر الانجليز يجوا مصر. بالظبط. طول عمر الانجليز يجوا يلعبوا كوره في مصر. الاهلي هو اول نادي مصري يروح يلعب في لندن. الجميل بقى انه كان الملعب جديد بتاع كوينز بارك وكان تيفور فرانسيس النجم الشهير ده كان واحد من اهم النجوم ساعتها. وكانت الجاليه المصريه كبيره جدا. كابتن صالح كان حاضر اللقاء. كانت اول تجربه لاذاعه مباراه لنادي مصري من خارج مصر كان النادي الاهلي ده. الله اشكركم. دي وانا في ايفرتون
دي وانا ده بعد ما اعلنوني لعيب في النادي. اشكركم شكرا، انا اسف والله عمري ما استخدمت البرنامج لكده، لكن دول الاولاد كانوا بيجوا يتفرجوا. واهو بص بص يا دكتور ده ملعب التدريب، وخلاص انا عشت في الوهم ان انا جوه النادي. يعني ايفرتون ده مين اللي كان بره النادي وجوه النادي؟ انا اللي جوه وهم اللي بره، ودول مجموعه من نجوم الفريق. اتصورت معاهم، خدوا صوره بقى رسميه ان انا حارس مرمى، انا جوه وهم بره، ممنوع الدخول. بنتمرن جوه في النادي، وده لبسي وتمريني. وحقيقه كنت سعيد جدا انه ان انا كنت موجود هناك، وبعض اللقطات اللي موجوده انك من الذكريات الجميله ان انا لا يمكن انساها في حياتي، يعني لانه اسبوع او 10 ايام كانوا في الجنه، لانه انا عشت الاحلام والامال دي بشكل كويس قوي. لكن للاسف الشديد قله الخبره، الجهل، عدم اجاده اللغه. ما حاولتش تاني؟ لا ما حاولتش خالص، وكنت متضايق كمان. بس جالي بقى بعد كده، جالي فرنسا وجالي سويسرا. استاذ كامل ابو علي قعدنا مع بعض قعده 3 ساعات، وحطينا نيو شاتل. ما كانش نيو شاتل، كان نادي تاني. وظبطنا كل 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 حاجه، كل حاجه من اولها لاخرها، والفلوس والسفر و و و و وبعدين روحت البيت. يعني كلمت تاني قلت له انا اسف، قال لي قلت له انا كان انجلترا بالنسبه لي هدف كبير ان انا ابقى موجود في الدوري الانجليزي، لكنه انا شايف انه الموقف بالنسبه لي صعب، ورفضت الحقيقه، يعني ما رضيتش اروح. هل رفضت علشان خاطر انت مش عايز او خايف، ولا علشان برضو الثقافه المصريه انك تبقى كابتن النادي الاهلي ده اهم من احترافك؟ لا بالعكس، انا كنت عايز ابقى واحد في الفريق في انجلترا بالعكس. انا بس عارف حضرتك انت ايه، كنت انا ساعه ايفرتون كان عندي ايفرتون الانجليزي، نانسي الفرنسي، الاوكرين البلجيكي، الثلاث انديه دول. فطبعا لما يتعرض عليك الثلاثه لازم تروح ايفرتون، يعني وكان نادي ساعتها كان الرابع او الخامس في الدوري الانجليزي. كان الحارس هو كان نيفل ساس اول، كان هو من ويلز شهير جدا، وكان رايح ريال مدريد. وخلصت اجراءاته، وبعدين لما انا رحت ما تفهمش حصل ايه، فاجراءات انتقاله لريال مدريد تعطلت شويه، فالنادي كان عايز ياخدني وبعدين يودينا اللي فهمته بعد كده على سبيل الاعاره لنادي ويمبلدون هناك. وكان معاه الدكتور احمد المقدم، بذل مجهود كبير جدا. هو راجل مش بتاع كوره الحقيقه، انت عارف في التوقيت ده الدكتور احمد المقدم كان عامل دور كبير جدا. أيوة، مع الكره المصريه وكاس العالم، كاس العالم وفي معسكر الاعداد في انجلترا. فرصه نشكره بعد 20 سنه الحقيقه، او 25 سنه الناس هجمته، مع ان الراجل قدم دور محترم جدا، كتر الف خيره، واستضافني في بيته الراجل مشكورا. لكن لا، ما كانش قصه بالنسبه لي ان انا ابقى كابتن او مش كابتن. انا كنت كابتن النادي الاهلي على فكره في الوقت ده، كان في كابتن ثابت عليه رحمه الله، وكان في رباعي كبير كمان موجود قبل مني. ما كانتش قصه ان انا ابقى كابتن او مش كابتن، بس كانت القصه ان انا كنت حاسس ان الكره الانجليزيه حاجه لها شان كبير، وانا عايز انجح في الدوري ده. فلما قعدت بقى قارنت الدوري السويسري بالدوري الفرنسي بالدوري الانجليزي، قلت لا انا ابقى هنا في النادي الاهلي احسن لي من ابقى في الدوري السويسري، ما كانش حتى بالقوه اللي موجود فيها دلوقتي. يعني بمناسبه الكاس برضو اللي هو معانا، اول مباراه ذاعت في الراديو كانت يوم 22 يناير 1927، وكانت بين الارسنال وشيفيلد يونايتد 1927 دي اول مباراه الناس تسمعها في الراديو. 27 بين الارسنال، بين الارسنال وشيفيلد يونايتد. اول مباراه في التلفزيون كانت 16 سبتمبر 1937، 16 سبتمبر 1937، لكنها لم تكن مباراة رسمية، كانت بين فريقين من نادي الأرسنال. دي أول مباراة تلفزيون، أول مباراة تلفزيون. ونادي بريستون نورث إن ده أول نادي ياخد هذا الكاس الدوري في تاريخ إنجلترا، لكن أول نادي ياخد هذا الكاس بعد تعديل المسمى وتعديل الدرجة هو طبعا مانشستر يونايتد زي ما حضرتك. بنك باركس جايب هذا الكاس علشان اعتقد انه فرصه ان احنا نسترجع تاريخنا، وفرصه ان احنا نتعلم حاجات كثيره من الدوري الانجليزي، لانه احنا ما بنتعلمش وما بنتغيرش. وحتى الان انه حكايه لاعب ينتقل من نادي الى نادي ماساه وقضيه كبرى. صحيح، يعني
في الاسبوع اللي فات في تنقلات الدور الثاني الدوري الانجليزي. لامبرد مشي بمنتهى البساطه والناس حيته يعني شجعته في المان سيتي وبيسجل هدف الفوز والانقاذ في المباراه قبل الاخيره. جيرارد بقى انتقل الدوري الامريكي بعد نهايه الموسم، ما فيش ازمه خالص يعني. يعني كابتن حسين حجازي اللي احنا اتكلمنا عنه هو اول لاعب مصري محترف في انجلترا، كان بيروح الاهلي ويلعب مع الاهلي وبعدين يسيب الاهلي، عبد الكريم صقر يروح الزمالك، محمد الجندي يلعب مع الزمالك بعدين يرجع الاهلي بعدين يرجع الزمالك ويمشي في الشارع ومفيش حد بيهاجمه ومفيش حد بيشتمه ومفيش حد يعني ففي دروس كتير قوي محتاجين نتعلمها بمناسبه هذا الكاس في مصر. طيب فاضل لي سؤالين ثلاثه مع حضرتك مهمين قوي. وجود روبرت بيرس ايضا موجود مع هذه الكاس اعتقد برضو دليل الناس مهتمه جدا والناس مصممه على نجاح الجوله ونجاح الحمله ونجاح التسويق والتعريف بالكاس الانجليزي. انا اصرح حاجه ممكن تزعل مسؤولي بنك باركليز واصحاب هذا الكاس يعني. انا لما قالوا انه اللاعب روبير ايمانويل بيريز جاي مع الكاس، فانا وانا ثقافتي الكرويه الفنيه يعني محدوده فقلت يعني ما لقوش غير اللاعب دوت اللي يجي وكنت يعني حاسس انه مشدود شويه كنا نستحق لاعب اكثر شهره يعني. لما عرفت بقى تاريخه دي حاجه لما راحوا في احد المولات النهارده هذا الكاس وهذا اللاعب راح اللاعب وقف يتصور مع الناس ساعة ونص الناس طالبة تصور معاه مش مع الكاس. ما زعلش؟ ما اتضايقش؟ ما غضبش؟ ما انا اعتقد انه اتفاجئ زيي بالظبط والله. ده نجم من نجوم العظام يعني. هو ولعب في فرنسا ولعب في انجلترا وخد كاس العالم مع فرنسا وخد الدوري ومسك هذا الكاس ويعني فاعتقد انه اضافه لرحله هذا الكاس الى القاهره ان ياتي معه اللاعب النجم الكبير روبير ايمانويل بيريز. طيب الاستفاده بقى يعني ازاي نقدر نستفيد من مثل هذه الرحله المهمه وازاي نقدر يعني نعظم من وجوده في مصر خاصه انت اتكلمت في الاول على ناحيه امنيه وناحيه سياحيه كمان يا دكتور. ممكن اقول كلام يبقى حساس شويه او يضايق ناس او ما يضايق يعني احنا الاعلام بتاعنا من غير ما يدري ينتصر للاخوان طول الوقت. ازاي؟ يعني الاخوان لما يعملوا ازمه ويعملوا مشكله نتكلم عنها بتوسع ونلقي عليها الضوء بشكل رهيب. لما الاخوان يجتمعوا في اي مدينه اوروبيه او عاصمه اوروبيه او يعملوا اي حاجه او يعلنوا اي قرار او حاجه نهتم بيه جدا. لما لندن نفسها اللي هي في وقت من الاوقات كنا بنتهمها انها ضدنا زي امريكا وزي اوروبا وزي لما لندن نفسها تدينا شهاده او صك امان واعتراف بالامان واعتراف بالاستقرار المصري ما نهتمش. معاك حق. يعني هذا الكاس ودلالة وجوده هذا الوقت بالتحديد في القاهرة وانه الدوري الانجليزي يبعته وبنك باركليز اللي هو اللي هناك يبعته ويطوف الاماكن والمولات في مصر عشان اكبر عدد ممكن من الناس يتصوروا معاه ودي انا بشكر عليها للجميع وانه يجي هنا في البرنامج التلفزيوني في القاهرة كل دي ليها معاني على الاقل نحترمها ونحتفي بيها ونفهم ان احنا مش زي ما الاخوان بيقولوا علينا لا احنا بنعيش فترة اضطراب ولا بنعيش فترة ولا هو انقلاب ولا هو تخبط ولا هو ارتجال ولا في امن غائب ولا في عندنا حوادث وعندنا مشاكل وعندنا ازمات لكن عندنا امان وعندنا احلام وعندنا طموحات وعندنا الكأس الانجليزي في بيتنا. مهم اول اللي قاله الدكتور يا جماعه انه الانجليز نفسهم بيدوا لك النهارده شهاده سك رائع بوجود هذا الكاس او هذه الكاس في القاهره في صحبه الناس في المولات في البرامج زي ما حضراتكم شايفين ومع ذلك لا نهتم وبنهتم بامور فرعيه وبامور اكثر يعني سطحيه بشكل يخوض يعني حضرتك متخيل لو في شك 1% كانت السفاره البريطانيه في القاهره هتسمح بان هذا الكاس يجي
لو في شك 1% لو 1 في المليون% ممنوع. ولو عندهم هواجس او عندهم او هم مصدقين اللي احنا بنصدقه عن الاخوان لو الانجليز مصدقين هيسمحوا بخروج هذا الكأس في الشوارع والاسواق والمولات؟ مستحيل. ده هم كان ممكن يقولك اه طب هنبعته مصر هنحطه في خزنة ونحطه في مكان حفلة مكان مغلق وخلاص. ده بيخرج في الشارع. ده بيمشي في الشارع. ده انا لو عملت 100 اعلان عن الاستقرار في مصر مش هيبقى قد قيمة ان هذا الكأس يمشي في شوارع مصر. نعم. عايز اقول لكم انه الفرقة اللي بتاخد البطولة في انجلترا بتاخد نسخة من هذه الكاس وتفضل اعلامها والوانها تاخد نسخه لكن تفضل الوانها واعلامها محطوطه لحد لغايه الفائز الجديد. طيب سؤالي الاخير لحضرتك ازاي بقى نعظم من بطولاتنا؟ يعني الكاس مصر ما فيش ما يمنع ابدا انه يتعمل بالشكل ده يبقى جميل. مراسم التتويج ازاي نقدر نعملها من دلوقتي؟ درع الدوري العام برضو نغير الشكل اللي عندنا ده اللي مش راضي يتغير ده. ازاي احنا كمان نقدر يا دكتور عايزين نستفيد على قد ما نقدر. انت حضرتك بتسالني بجد ولا بتهزر؟ لا والله بكلمك جد بجد. طب بقول لك حاجه، اعتبرني في اتحاد الكوره، انا مش بهزر، اعتبرني في اتحاد الكوره اللي جاي مثلا او دلوقتي، وانا عايز اعظم من قيمه المراسم من قيمه الجائزه نفسها، اعمل ايه؟ كابتن شوبير، هذا الكاس عمره او هذا الدوري عمره اكتر من 120 او 130 سنه. وحصل فيه تغيير مره واحده. تغيير مره واحده. سنه 1992. احنا بنلعب من سنه 48 الدوري و19 مره يتغير شكل الدوري. شكل الدرع الدوري الدوري انت بتتكلم على شكل المسابقه، انا متاسف انا بحسب على شكل التروفي نفسه او شكل الدوري. مجموعه مجموعتين. 12 نادي. السنه دي اتعذبنا عشان نعمل 19. لا السنه دي مش هننزل حد. لا السنه الجايه مش عارف يطلع 7 وينزل 6 والسنه الجايه مش عارف نعمل ايه. ونلعب دوري من مجموعتين ونلعب دوري من 3 مجاميع يعني. فكيف تطلب احترام ومكانه وهيبه لمسابقه لا تستقر على حال اكتر من 3-4 سنين؟ طيب ماشي، دي حاجه. انا عايز بقى يوم البطوله نفسها ده ان شاء الله يتحل. يوم البطوله نفسها ازاي نقدر نعمل مراسم محترمه، مراسم منضبطه، واجي في يوم او جايب الصوره الجميله المكبره المقربه بقى اللي حضراتكم بتشوفوها دي، لا مكتوب بقى اسم تشيلسي 30 مره ولا اسم المان يونايتد، هي الشرايط موجوده وخلاص بلون، حتى مش بالاسم، باللون، بالراعي كمان موجوده على جانبي الكاس مع الاسدين اللي موجودين مع التاج اللي موجود. ازاي النهارده وانا بسلم درع الدوري السنه دي باذن الله للفريق اللي هيفوز بيه ايا كان مين هو، اقدر اعمل مراسم محترمه، اقدر اخلي الاستاد او الملعب اللي بتسلم فيه بالشكل الجميل والناس تستذكر هذه الحلقه، تتذكر هذه الكاس، تتذكر هذا الشكل يا دكتور؟ اولا النظام. نظام و النظام دي كلمه مبهمه بس. لا النظام يعني كلمه مطاطه. عدد يعني البروتوكول اللي هيحصل في تسليم هذا الكاس وفي شكله وفي قيمته. حاجه الثانيه، ما لقيناش صحفي انجليزي وقلنا عليه قليل الادب او حاجه، انه مثلا والاتحاد الانجليزي قليل يعني عشان يدي لبنك باركلز انه يحط اسمه على المسابقه الرسميه والكاس الرسمي للاتحاد الانجليزي. مش ما هو باركلز محطوط. عارف ان في خناقه شديده بين الاهلي دلوقتي وبين اتحاد الكوره انه الاهلي رافض انه يلعب لا ده انا هقول لحضرتك انه اللي اقصده انه لو جه الاتحاد المصري بكره وقرر انه هيعمل زي الكاس ده للدوري ويعمل مناقصة يشوف مين الراعي اللي هيدفع اكتر وهيحط اسمه تاني يوم الاتحاد المصري يبيع تاريخ الكرة المصرية. الاتحاد المصري يفرط في مكانة وكبرياء وعراقة الكرة المصرية، ابطوا كام يا بتوع الجبلاية، ابطوا مش عارف ايه، لانه ده الفكر الذي لن يسمح باي تجديد او تغيير. فاحنا نكتفي يا اما باكتراب التاريخ والذكريات يا اما بالفرحة بيملكه غيرنا. احنا فرحانين بهذا الكاس او هذه الكاس وفرحانين بيك يا دكتور، وبشكر كل الساده الافاضل اللي قبل ما ننهي الحلقه بس انا طبعا اخيرا جبت الكتاب يا سيدي. لا عشان الناس بس الناس كانت متخيله ان احنا كنا بنقول حاجات من على النت. ده كتاب برومال كيلانس كينجز، كتاب موجود اهو حقيقي. وكل القناه موجود في هذا الكتاب. حلو. وحبيت بس اوري للناس ان الكتاب حقيقي، وانا معايا القرار الاحاله للنيابه، معايا قرار الاحاله للنيابه طلعته على الشاشه، واحنا هننتظر التحقيقات ونتائجها
ان شاء الله نتقابل بعد انتهاء التحقيق ان شاء الله. بس الكتاب حقيقي اهو. الكتاب الثاني كنت جايبه بس الوقت يا سامي كان هو عن كل الارقام القياسيه في تاريخ الدوري الانجليزي واول نادي عمل ايه واول ده استحق مننا حلقه ان شاء الله. تنورتنا الله شرفتنا بشكرك شكرا جزيلا ربنا بشكر خير. الساده الافاضل من البنك باركليز يا رب نكون جاوبنا على كل اسئلتكم كنا موفقين في الحلقه. انا محاصر من اليمين للشمال حتى مراتي حصرتني قالت لي ما تحركش ابنك جاي دلوقتي عشان تصور مع الكاس فمش قادر كمان اتحرك بشكر كل الناس هنروح لفاصل كلنا هنقوم نتصور مع الكاس يعني بعد اذن حضراتكم وهرجع اكمل الحلقه معاكم ان شاء الله عز وجل.